طيب نرجع للدوحة التاني، ومعنا من هناك الناقد الرياضي والزميل العزيز أسامة السويسي عبر سكايبي من الدوحة عشان يشوف شكل البعثة الأهلوية أو الجالية المصرية الأهلوية في الدوحة عايشة الحدث السوبر إزاي. مساء الخير يا أستاذ أسامة. مساء الخير أستاذ إبراهيم، عليك وعلى أيقونة الأهلي الباشمهندس عادل القيعي. مساء الخير عليكم منورين ومتألقين، واسمح لي في البداية أبعث برسالة اطمئنان للباشمهندس عادل القيعي، حاسس بيه وحاسس النبي طمنه يا أستاذ طمنه. حاسس بقلقه الشديد، لأن النادي الأهلي هو يكاد يكون أكتر نادي في العالم يتعرض للظلم بسبب الأخطاء التحكيمية محليا وقاريا، ولكن باشمهندس عادل بكرة اطمن تمام الاطمئنان. ليه بقى بقول كده؟ لأن بكرة في فار مختلف تماما، تقنية فيديو الحكم المساعد مختلفة اختلاف تمام وكلي عن الفار اللي احنا بنشوفه سواء في افريقيا او في الدوري الممتاز المصري. ايه المختلف يا أسامة؟ ايه المختلف؟ اولا زوايا التصوير، زوايا التصوير غير عادية، اكثر من زاوية. التصوير نفسه التلفزيوني بيبين لك نقطة العرق على وش اللعيب عاملة ازاي، فبالتالي الاحتكاكات والكلام دوت امر مفروغ منه. دي حاجة. الحاجة الثانية، موجود في غرفة تقنية الفار 3 حكام دوليين على أعلى مستوى قطريين. نمرة 1 عبد الرحمن الجاسم، حكم دولي وسبق ليه إدارة مباريات كبيرة جدا، آخرها نهائي كأس العالم للأندية ليفربول الإنجليزي وفلامينجو البرازيلي اللي كانت في استاد خليفة الدولي في الدوحة. معاه مساعد حكم دولي، حكم دولي مش حكم مساعد، خميس المري، وده واخد دراسات في الاتحاد الاسيوي والاتحاد الدولي في الفار. بالاضافه الى الحكم المساعد حكم الرايه سعود احمد، حكم مساعد دولي من الحكام بسم الله ما شاء الله اللي بيظبطوا التسلل في الملعب احسن من الفار. فبالتالي هتشوف وانت بتطمنا كده على التحكيم، اتكلمت على زوايا التصوير. انا مش بيخوفني بس زوايا التصوير، انا بيخوفني نوايا التصوير. ايوه احسنت. الميزه بقى، الميزه في التصوير هنا ونوايا التصوير، ان المصور والمخرج يا اما برتغالي يا اما قطري، والاثنين لا ده اهلاوي ولا ده بركاني، فبالتالي المساله واضحه وصريحه. لان للاسف الشديد بنشوف في مصر بنشوف في مصر حاجات غريبه جدا تخص الفار، الفار اللي داخل المصياده من اول ما تم تطبيقه، او ممكن نقول عليه الفار اللي تزقه بالعصايه بتاع العمده. وصلت لك. طيب ده زقه زقه جامده كده. ايوه قول لي يا اسامه، نروح على يعني احنا استمتعنا بالدعم الكبير للجاليه الاهلاويه والاخوه المصريين اللي موجودين في الدوحه في بطوله العالم. ظروفهم المرة دي ايه؟ هل الإجراءات الاحترازية المشددة منع من حضورهم الكبير ولا ايه الوضع؟ هو لغاية دقيقة واحدة اللي هي دلوقتي الساعة 12 منتصف الليل في الدوحة. عندكم 11. هتبدأ النهاردة رسميا من دلوقتي من الدقيقة دي رفع القيود الاحترازية اللي مفروضة بسبب كورونا، واللي كانت السبب المباشر في حرمان الأهلي من استقبال أسطوري جديد في يعني في تخفيف الدوحة. في تخفيف للعملية شوية اعتبارا من النهاردة، وعلشان كده من بكرة هيبقى في حضور جماهيري بنسبة 30% مع الاشتراطات اللي موجودة واللي اتعملت، والتذاكر كلها نفذت. وبكره ان شاء الله استاد جاسم بن حمد بنادي السد، وده بالمناسبه نسخه مصغره من استاد اولد ترافورد الخاص بمانشستر يونايتد، والصحف الاوروبيه بتقول عليه اولد ترافورد الصحراء، ده اول استاد مكيف في تقنيه تبريد في العالم، والكلام ده حصل سنه 2010. ان شاء الله بكره حتى لو درجه الحراره زادت عن 40 درجه مئويه خارج الملعب، داخل الملعب مش هتزيد عن 25 درجة مئوية بالنسبة للجمهور وبالنسبة للعيبة. الملعب بسم الله ما شاء الله يبدو للبعض زي ما قال كريم ان هو ملعب صغير، لانه ما فيهوش مضمار لألعاب القوة، المدرجات مباشرة على الملعب. الجمهور النادي الأهلي بسم الله ما شاء الله حاجة تفرح،
كمان مبتكر زيه زي نادي، متأسس زيه زي نادي، مبتكر وفعال. رابطة مشجعي النادي الأهلي هنا في قطر علشان خاطر الإجراءات الاحترازية المفروضة واللي حرمت الناس إن هي تستقبل الفريق أو حتى تروح التمرين أو تروح عند مقر إقامة الفريق، عملوا حاجة مبتكرة وجديدة جدا. عملوا إيه النهاردة؟ عملوا مسيرة بالدراجات النارية بالموتوسيكلات، عملوا مسيرة بأعلام النادي الأهلي، طافت شوارع الدوحة وراحت عند مقر إقامة البعثة، ودول خلاص هيتم تثبيتهم، اسمهم خيالة الأهلي. في كل مناسبة كبيرة للنادي الأهلي هيقوموا بنفس الكلام دوت، ده بالتنسيق مع رابطة مشجعي النادي الأهلي برئاسة الصديق العزيز المستشار حسام أبو العلي. عجبني كمان النهاردة من ضمن الحاجات في المؤتمر الصحفي كلام بيتسو موسيماني وكلام محمد الشناوي، تقديرهم الشديد جدا لفريق نهضة بركان، بالإضافة إلى أن هم مدركين أهمية وصعوبة المباراة رغم الفوارق اللي بتقول أن على الورق الأهلي كفته أرجح، ولكن شعورهم بالمسؤولية حاجة تدعو للاطمئنان. كنت طرحت سؤال على موسيماني خلال المؤتمر الصحفي، قلت له أن دي المرة الثانية بس من ساعة ما توليت تدريب الأهلي اللي هتحظى بحضور جماهيري في المدرجات في الملعب، لأن كلنا عارفين إن الحضور الجماهيري ممنوع في مصر. هل لو كان الحضور الجماهيري ده موجود في مباريات اللي في مصر كان الوضع والنتائج هتختلف؟ قال مؤكد، لأن أنا عارف جمهور الأهلي من قبل ما أجي، وعارف أهمية جمهور الأهلي، وعارف الدعم اللي بيقدمه جمهور النادي الأهلي، وكمان شكر جمهور النادي الأهلي، وجه له رسالة شكر وشكر إدارة النادي الأهلي بدعمها ليه، خصوصا في الفترة الأخيرة اللي تعرض فيها لمضايقات من جانب نادي صن داونز. الحاجة الجميلة اتفضل يا باشمهندس. انت قلت 30% حضور جماهيري بكرة بالنسبة للملعب اللي هيتلعب عليه المباراة. نعم. 30% هنا قالوا لنا انها حوالي 2900 تذكرة. نعم. طب نسبة الأهلوية اللي حصلوا على تذاكر من 2900 للغير الأهلوية المغاربة أو من يعني 105% هتلاقيها. مش هتقل عن 90% يا باشمهندس. يعني مثلا تتوقع ان مثلا منهم 2200 2300 مع جماهير الأهل؟ ده مينيموم، ده مينيموم، وان شاء الله هتلاقي الملعب كله بكره احمر، والحوالي ال 2500 اهلاوي اللي هيكونوا موجودين في الملعب هيحسسوكوا ان ده لا ما احنا مدربينهم في القاهره، وفي وفي مش اقل من احنا مجربينهم في كاس العالم. صحيح بسم الله ما شاء الله عليهم. وكمان الملعب علشان الملعب ضيق ومحكوم، فهتلاقي الحضور الجماهيري تأثيره مباشر على اللعيبة ومؤثر جدا جدا على اللعيبة. طيب إن شاء الله بإذن الله. الإعلام القطري يا أسامة، الإعلام القطري جرب تأثير وجود الأهلي والزخم الجماهيري اللي بيحدثه وجود الأهلي في بطولة العالم، باصص لمباراة السوبر إزاي؟ نفس الأمر، النادي الأهلي أينما يوجد توجد الأضواء، النادي الأهلي قيمة وفاليو لكل مناسبة يشارك فيها الناس هنا على مستوى التنظيم، على مستوى المسؤولين، على مستوى الإعلام، مبسوطين إن النادي الأهلي موجود، وخاصة إن النادي الأهلي مش نادي جماهيري وبس، لا، النادي الأهلي هو خير من يمثل الكرة العربية والكرة الأفريقية بتصرفات مسؤوليه، بتصرفات جماهيره، بالتزام جماهيره، بانضباط جماهيره الرائع، يعني بسم الله ما شاء الله، إجراءات احترازية غير طبيعية، والناس كلها ملتزمة ومنضبطة، يعني على سنجة 10 يعني زي ما بنقول يعني. والله كمان يعني أنت كمان رائع، ونشكرك على هذا السرد اللي أنا متأكد أن زي ما أنا مستمتع به السادة المشاهدين طعم تاني أسامة وطريقته في طبعاً. والمعلومات اللي خدناها صحيح، والطمأنينة التي صدرها إلينا. نشكرك يا أستاذ أسامة، وعقبال ما نبارك لبعض بإذن الله بكرة بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله جداً. إن شاء الله بالتوفيق يا رب إن شاء الله. شكرا جزيلا للزميل العزيز والصديق العزيز أسامة السويسي.